تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 82 من العام 2016. نبدأ هذه الحلقة بتوجيه أحر مشاعر المواساة والتبريك لأهالي الشهداء في المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي في اليمن، والتي أودت بحصيلتها بمئات الشهداء ومئات الجرحى الذين يعني أكثر من نصفهم أصيب إصابات بليغة وحياته مهددة بالخطر. وبالتأكيد فإن هذه المجزرة ستكون هي محور حلقتنا اليوم، ليس فقط لفظاعتها ولوحشيتها ولما تكشفه عن وجه أسود لحكم آل سعود، بل للمكانة التي تحتلها في تفسيرنا للكثير من الظواهر المرتبطة بالحركة الأمريكية في المنطقة. السؤال الأول الذي تطرحه المجزرة هو: هل أنها تمت بعين الرضا الأمريكية، بالمباركة الأمريكية، بقرار أمريكي؟ ما هي وظيفة هذه المجزرة؟ ما هي أبعادها؟ هل أن أمريكا أرادت من خلالها فتح الباب للبحث بالتسويات؟ هل أن أمريكا من خلالها أرادت خطوة باتجاه تصعيد مفتوح في المواجهة، رسالة قاسية لمحور المقاومة وجهت بالدماء كما هي الغارة على الجنود السوريين في دير الزور؟ البعض يضع هذه الغارة معها التصعيد الأمريكي السياسي حول ما يجري في سوريا، معها التصعيد بين روسيا وأمريكا. طبعا يعني في هذه الحلقة إذا أتيحت لنا الفرصة بعد تناول الوضع في اليمن، من الممكن أن نعرج على الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي شهدت مناظرة ثانية بين المرشحين الرئاسيين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وترجحت فيها إلى حد كبير أسهم الفوز لصالح كلينتون. لنتناول الانتخابات الرئاسية من زاوية الترجيح، ليس الترجيح التحليلي. الترجيح التحليلي واضح أنه يميل لصالح كفة كلينتون، لكن الترجيح الاختياري، هل نحن لا نزال مع الذين يقولون لسنا معنيين بالانتخابات؟ الناخب العربي هناك الذي يسأل كيف يمكن أن نقول له أن يتصرف، يعطي صوته للمرشحين من خارج الحزبين، يعني مرشحو البيئة والخضر واليسار في 5 مرشحين، أم ورقة بيضاء، أم غير معني، أم يعطي لكلينتون، يعطي لترامب؟ هذا سنحاول إذا أتيحت لنا الفرصة أن نعطيه نصيبا. لكن قبل، القضية الأهم، القضية الأصل، هي التوقف أمام هذه الحركة الأمريكية الممتدة في الحقيقة من العراق، الاستعداد لحرب الموصل، إلى سوريا، التصعيد السياسي وما يجري في سوريا على كل حال في المشهد العسكري، لكن بدءا من اليمن. بدءا من اليمن لأن الحدث هو يمني أصلا، وحجم الحدث أكبر من أن تحجبه أحداث أخرى رغم أهميتها ورغم محوريتها ورغم أنها أساسية، لكن يبقى هذا الحدث أكبر من أن تطغى عليه أحداث أخرى. نحن أمام مجزرة غير مسبوقة في الحقيقة، يعني لم نشهد مثلها في تاريخ هذه المواجهات، منذ ربما منذ حرب فيتنام وحرب كوريا، البعض يقول منذ الحرب العالمية الثانية، بمعنى استهداف المدنيين بهذه الطريقة الفجة المباشرة. أكيد في معارك، في أيام، في ضربات سقط فيها يمكن آلاف في فيتنام وفي كوريا، لكن أن تستهدف أماكن، يعني في أذكر في الحرب الأمريكية على العراق استهدف الأمريكيون ملجأ من الملاجئ وسقط فيه ملجأ العمرية، سقط فيه قرابة 400 شهيد، وطلعوا بعدين الأمريكان اعتذار وأنه كانت الغارة تستهدف مواقع عسكرية. الآن نحن أمام حتى مش بقلب حرب، يعني مش موقع غارات عم بتتم وبالصدفة تستهدف موقع أو بالقصد أو بالعمد، لا، نحن قدام وضع هادئ، كان ليلة عاشورائية، مجلس عزاء وزير الداخلية عن وفاة والده، يأتي إليه الناس ليعزون، وتأتي الطائرات الأمريكية التي يقودها السعوديون وتقصف ب4 غارات متتالية مكان العزاء، الصالة، ما في شيء تاني غيرها الذي أصيب، وتحصد هذه المئات من الشهداء والجرحى. يعني عملية في الحقيقة، حتى لما نشبهها بقانا في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 96، التشبيه قريب نسبيا، لكن بيبقى مختلف أنه في قلب الحرب نفسها، في قلب القصف نفسه،
وحتى القذائف اختاروا الإسرائيليين أن تكون قذائف مدفعية التي استهدفت قانا. الغارة على مجمع الإمام الحسن السكني في الضاحية الجنوبية، أو مجمع الحسن السكني، لعشر أبنية جرت يعني عملية استهدافها بقنبلة فراغية. يمكن تشبه أكثر من زاوية أن هناك من أراد أن يقول أن استهداف القاعة الكبرى للتعازي في صنعاء تزامن مع فرضية أن يحضر كبار القادة في أنصار الله والمؤتمر الشعبي. البعض افترض أنه يمكن حتى السيد عبد الملك الحوثي يكون حاضر، مع العلم يعني أي واحد بيحسب وبيتابع وبيحلل بيعرف أنه هي استحالة. يعني إذا بده يعمل واجب العزاء بيبعت حدا، بيتصل، بيزور بالبيت، بيلاقي طريقة أمنية مرتبة، لكن في مكان عام ومفتوح وبقلب صنعاء وبهذا التوقيت أكيد في استحالة. البعض قال الرئيس علي عبد الله صالح، أو نجل الرئيس علي عبد الله صالح. واضح أنه في معلومات سربت على حواشي ارتكاب المجزرة تريد أن توحي أنه ربما كان الهدف أنه إذا تم النجاح بالقضاء على قادة الفريق الوطني اليمني فتكون الضربة أدت هدفا يعادل الحرب، ويعطي السعوديين ذريعة القول أن الحرب انتهت، يعني حققت أهدافها، وبالتالي أنه التخلص من قادة المجموعتين الأكبر، المؤتمر الشعبي من جهة وأنصار الله من جهة أخرى. ببرر الحديث عن أن ثمة مدنيين سقطوا في قلب هذه العملية الاستخبارية التي استهدفت قتل القادة. الواقع أن العملية يستحيل أن تتم بدون موافقة أمريكية، هذا شيء أكيد. يعني في غرفة عمليات استخباراتية مشتركة بين الأمريكيين وبين السعوديين وقوى التحالف، ويستحيل أن تتم أي غارة، أي عملية جوية خارج إطار التنسيق المشترك بين الطرفين، يعني خارج إطار الموافقة الأمريكية. هلا الأمريكان ورطوا وعطوا معلومات، الأمريكان غضوا نظر، الأمريكان شاركوا، الأمريكان يريدون لها أن تصعد على طريقة اشتد أزمة فرجي، ورطوا السعوديين أكثر بقتل المدنيين ليأتي الرد اليمني أقسى وأشد إيلاما، ومن ثم تصعيد هذا يمكن أن يذهب بالأمور إلى مكان ثالث. يبرر للأمريكان أن يتخذوا موقف تحت ضغط الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان وسواها. لكن في شيء أكيد، أن الأمريكان شركاء في هذه المذبحة، الوظائف أمر مختلف. بالتالي إذا نحن العنوان الأول هو أننا أمام عدوان سعودي أمريكي. اثنين، هذا العدوان السعودي الأمريكي على الطريقة الإسرائيلية، بمعنى أنه ينظر للمواطنين اليمنيين، يعني نحن هون قدام تعامل سعودي مع المواطنين اليمنيين، مع المدنيين بصورة عامة في الحرب بصفتهم مجرد وقود لا أكثر ولا أقل. هذه هي الحقيقة. ما بيقدر السعودي بعد هذه المجزرة أن يتحدث عن أنه معني بشأن إنساني، لا بسوريا ولا باليمن ولا بالعراق ولا بمكان، يعني بيخرسوا وبيسكتوا لما بيحكوا عن الشأن الإنساني بعد هذا الارتكاب. لأنه كل ما يمكن أن يحكى عن سقوط ضحايا مدنيين في حروب سوريا والعراق هو حديث عن نتائج جانبية، عن أخطاء، عن ضعف في التشديد، لكن ما حدا فيه يقدر يحكي عن أعمال استهداف بهذه الوحشية وبهذه الهمجية لناس بشكل عادي موجودة بظرف هادئ، بمكان مدني، بوضعية مدنية، بمناسبة مدنية، وتأتي الطائرات وتقتل الناس بكل دم بارد، وأنه 400 و500 شهيد وأدهم من الجرحى. الأمر الثاني الأكيد أن الأمريكان أيضا عندما نراهم كيف يكونون وراء مثل هذه الغارة، ونسمع كلامهم عن شرق حلب، ونسمع كلامهم عن البعد الإنساني، لازم هذا موضوع ما بقى يثير عند حدا فرصة للنقاش، أنه يعني الخلفية قد تكون إنسانية عند الفرنسي، عند ما سمعنا شيء على الذي جرى، علما أنه مش موضوع تشكيك. يعني السعودي اخترع دخان ليقول لا تفجير داخلي وخلافات ومدرسو إلى آخره، لو لم يكن الأمر مثبتا 100% أنها غارات سعودية، غارات حتى مش قصف، غارات طيران جوي، لو لم يكن هكذا ما في شيء بيخلي أهم أربع صحف بالعالم تتصدر عناوينها ذات الوصفة، يعني نيويورك تايمز، واشنطن بوست، الجارديان، الاندبندنت، غارة جوية سعودية تقتل المئات في صنعاء. كيف الحكي؟ يعني حدا يجي يخبرنا انه هذا موضوع بده تحقيق وما تحقيق، ما في شيء بده تحقيق، ما في شيء.
وهذا ما حدا يقول حتى لا نعرف. طيب الطيار اللي غلط، الطيار ما غلط، الطيار نفذ المهمة. وبالتالي إذا في من حساب، إذا في من عقاب، إذا في من نتائج التحقيق لينعمل ليرتب نتائج، خذوا النتائج فورا. محمد بن سلمان يروح يقعد بالبيت ويحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما في أقل من هيك. وقرار المجلس لا من بحضر الطيران السعودي من التحليق فوق السماء اليمنية. بس وين نحن موجودين؟ بأي عالم؟ بعالم خلال شهرين صاروا ضيعين مجلس الأمن للانعقاد 4 مرات كرمال شرق حلب، لأن في شرق حلب كل الناس معنيين فيها إنسانيا، فكيف وإن كانوا إخوتنا بشرق حلب، هو ناس من دمنا ولحمنا. لكن أنا عم بحكي على هالاهتمام، ليش ناس بسمنة وناس بزيت؟ معناته ما عاد الموضوع موضوع الناس، صار موضوع السمن وموضوع الزيت. موضوع أنه اليمن وظيفة القتل مشرعة لأنها تخدم، بحلب لازم نصنع عملية قتل، لازم نصور أن هناك قتل، علما أنه كل معلومات الأمم المتحدة مثلا تقول أنه 300 قتيل في شرق حلب خلال شهرين من الغارات، وأكثر من نصفهم يعني 200 وشوي منهم من المسلحين. أكيد هوليك غاليين وخسائر مدنية ما كان يجب أن تسقط، بس نحن مش قدام مذبحة أهلية. طيب الوزير الفرنسي بيحمل حاله وزير خارجية فرنسا إيرولد من باريس على موسكو، من موسكو على واشنطن، وبيروح على نيويورك وبيحضر مجلس الأمن. هاي قضيته الإنسانية؟ إذا قضيته الإنسانية ما هزله جفن على المشهد المدمي للقلوب الذي رآه عن مجزرة صنعاء، مع الإثباتات والكلام الإعلامي القاطع المانع، تقارير الأمم المتحدة، البيانات التي صدرت حتى عن المنظمات الدولية كلها تؤكد أنها غارة سعودية. الخلاصة الأولى اللي لازم بقى خلص، هاي ما بقى حدا يجادل فيها، هذا الغرب بكل أطرافه بكل قادته بكل حكوماته مطعون بكل حديث له عن الإنسانية، مطعون بكل حديث له عن ما يجري في حلب أن خلفيته إنسانية، خلفيته سياسية بحتة، خلفيته مش سياسية، سياسية رخيصة دنيئة، لأنها تريد الإضاءة على قضية بغير حقيقتها، القصد إنقاذ المسلحين في شرق حلب. لذلك استعمال هو مثل بيعمل فيلم، يعني المؤثرات الضوئية والمؤثرات الصوتية، بيجيبوا الأطفال وبيطلعوا الأطفال، قلوبنا عم تتشقق على الأطفال، لكن هذا استخدام رخيص، هذا استخدام دنيء، هذا استخدام حقير، هذا استخدام وتوظيف مثل اللي بيشغل، مثل دعارة الأطفال، مثل تجارة الأطفال، مثل تجارة الرقيق الأبيض نفسه، هي ذاته هني هيك عم يعملوا، عم يستعملوا صور الأطفال من أجل أهداف رخيصة وحقيرة ودنيئة. قضيتهم الإنسان كان لازم نسمع صوتهم. ما سمعنا حدا منهم قال إنه بدنا حظر جوي فوق صنعاء، ما سمعنا حدا منهم قال إنه فقد شرعيته الملك سلمان وابنه، ما سمعنا هذا الكلام. ما سمعنا حدا بيقول انه اضعف الايمان هذا وزير الدفاع ولي العهد لازم يتقدم لمحكمة جنائية دولية لانه اصدر امرا بقتل المدنيين بدم بارد. هذا ما صار بمحل ثاني. وبالتالي اذا هاي الخلاصة الاولى التي يجب ان نتثبت منها. الخلاصة الثانية هلا بدنا نفوت على لماذا، لماذا يفعلون هذا؟ واضح ان السعودي في حالة جنون، في حالة هستيريا، لانه هذا محل بيرتكبه وعاقل. الإسرائيلي لما عمل هيك كان بهستيريا، كان عم يخسر الحرب، ما بيكون عم يربح وبيعملها، كان عم يخسر الحرب وعم بيتكتش عن مخرج، والمخرج لا يتحقق إلا بمزيد من الدم ومزيد من الفوران ومزيد من التصعيد، إنه حدا يضربني عيدي وإذنه. وبالتالي نقرأ الذي جرى بالمعنى السياسي، سواء كان الأمريكي وراء التحريض تحت شعار بس معلومة استخبارية عن انه والله السيد عبد الملك الحوثي موجود بالقاعة، او انه رئيس علي عبد الله صالح موجود بالقاعة، ليقوم السعوديون بارتكاب المجزرة وهم لا عين ترف ولا يعني ترتجف قدم قدام قتل المدنيين، لانه جسمهم لبيس. راحوا على هذا الموضوع، والخلفية هي فتح الباب لعملية تصعيد عالية الوتيرة. هلأ الحوثيين والجيش اليمني لجان الشعبية مهما كانت الحكمة ومهما كان التعقل ببطل اسم حكمة وتعقل أمام الذي جرى إذا مرت الأمور بدون عقاب، إذا مرت بدون رد. وطبعا بدأ الرد لكنه غير كافٍ، وبالتالي نحن نتوقع المزيد، نتوقع المزيد من الحراك السياسي والإعلامي، نتوقع يمكن مناسبة عاشوراء في كل أنحاء العالم تكرس
لليمن، من لبنان إلى العراق إلى باكستان إلى أفغانستان لإندونيسيا ولإيران أولا. وبالتالي بهذا المعنى نكون أمام احتفالية إنسانية بالمسألة اليمنية، لأن هذه هي كربلاء، هذا الذي جرى هو ذاك أبدا. وبالتالي بهذا المعنى أمام حركة حتى حقوقية، نشوف منظمات حقوق إنسان في شرفاء بأوروبا وبأمريكا لن يهون عليهم أن يمر ما رأوه بدون أن يرفعوا الصوت، صوت على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها والجهات الحقوقية العاملة تحت عنوان الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة جرائم بحق الإنسانية. هذا الأسبوع يجب ونتوقع ونأمل ونثق بأنه سيكون أسبوع اليمن بامتياز، على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على مستوى الحركة المدنية، على مستوى الحركة السياسية، على مستوى رد الفعل العسكري، على مستوى التصعيد الدبلوماسي. ومن حقنا أن نتطلع صوب الحليف الروسي القوي الواثق إلى جانب محور المقاومة بأن يبادر من اعتدوا عليك في موضوع شرق حلب وطالبوا بمنطقة حظر جوي تشمل مش الطيران السوري فقط، يعني الوقاحة وصلت أنهم طلبوا وقف الطيران السوري فوق أرضه وفوق منها الطيران الروسي أيضا. فمن المناسب في قضية في حق أن تتقدم روسيا أمام مجلس الأمن بمشروع قرار يطلب حظر طيران فوق اليمن. هذه جهة لا تؤتمن بأن تشترك طائراتها تحت عنوان قصف أهداف عسكرية وترتكب ما ارتكبت من المجازر بحق المواطنين المدنيين والقادة والشخصيات والمجتمع. وبالتالي حتى إذا بيسقط بالبيتو فليسقط بالبيتو، لكن هذا يجب أن يسجل كموقف للتاريخ أنه هذه جهة غير مؤتمنة، آن الأوان لتأخذ على يدها، لتضرب على يدها، لتفهم بأن العالم ليس سائبا. وسمعنا السفير السعودي كان عم يتمسخر على الموقف الروسي وعلى الموقف المصري اللي صوت إلى جانب مشروع القرار الروسي، يعني في كمية من الوقاحة ما قبلها وما بعدها وقاحة. فبالتالي هذا لا يمكن أن يعامل بالسياسة بالدبلوماسية باللياقات، هذا يجب أن يسمع بمثل ما يعني ارتكب بمثل ما فعل، يجب أن يعرف بأنه بات منبوذا، يجب أن يعرف بأنه بات يعني تحت العين، بأن يده لم تعد طليقة، بأن العالم لا يمكن أن يواصل الصمت. حتى جماعته الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم ما عادوا قادرين يبرروا كما كانوا في الماضي. وبالتالي الكلام اللي عم يطلع عن وزارة الدفاع الأمريكية واللي ممكن يطلع عن وزارات الخارجية واللي ممكن يطلع حتى عن الأمم المتحدة لن يكون كما يرغب أن يسمعه السعوديون، سيكون بالتأكيد كلام ينفض اليد ويعلن البراءة ويقول أنه نحن مش عاطين شك عبياض وأنه يمكن نوقف تقديم الذخيرة وتجميد التعاون وإجراءات. وحتى في حكي اليوم بأنه بأمريكا يبلش النقاش بتجميد صفقات السلاح الموقع عليها بمليارات الدولارات أنه تجميد تنفيذها بسبب هذا الذي جرى. وبالتالي هذه الحركة التعاطفية التضامنية المساندة لشعب اليمن وقضاياه المحقة المنتفضة على الجريمة السعودية وعلى بشاعة الجريمة وعلى مستوى الحقد ومستوى العدوان على الإنسانية، مستوى التحدي لمفهوم الإنسان كإنسان، هذا يجد ونتوقع أنه سيكون هو عنوان هذا الأسبوع وسيؤدي. هاي الدماء ما راح تروح ببلاش، مش من زاوية الثأر فقط بمعنى العمليات الرد العسكري التي بدأت والتي يمكن أن تتواصل وأن تستمر وتزداد، بل أيضا من زاوية أنها ستثمر تعاطفا أوسع وتأييدا أكبر ومزيدا من الالتفاف ومزيد من الدعم إعلامي وسياسي ودبلوماسي إلى جانب قضية اليمن، إلى جانب وقف العدوان السعودي على اليمن، إلى جانب استصدار مبادرات وقرارات أممية تؤدي في حصيلتها إلى تلبية المطالب المحقة للشعب اليمني بحكومة تمهد الانتخابات، وقف العدوان وفك الحصار وحظر جوي على السعوديين في الأجواء اليمنية. هذا سيكون بالتأكيد من ثمار هذه الدماء التي سالت في هذه المجزرة والتي كانت يعني صفعة في وجه العالم كله الذي يعامل مجموعة من الجهلة، مجموعة من القتلة، مجموعة من المستبدين، مجموعة يعني خارج التاريخ، نظام حكم لا ما بيشبه شيء، لا دستور فيه ولا انتخاب فيه ولا قانون فيه ولا مجلس نواب فيه ولا قواعد، ما في شيء إلا الفلوس. ترامب معه حق فيهم بتوصيفهم أنه جهة تشبه كيس المال، باسم كيس المال هذا العالم مبين
المثقفين والمتعلمين والدول الديمقراطيه واللي بتحكي بالدساتير وبالعراقه مبينين رخاص لانهم يضعفون امام كيس المال. ما في شيء بيخلي العالم يسكت على السعوديه الا دناوه النفط. ما في شيء بيخلي قاده عظام ورؤساء دول كبرى ان ينحنوا للسعوديه، ان يبرروا للسعوديه، ان يصمتوا عن السعوديه الا دناءتهم، الا رخصهم. وبالتالي هذه فضيحه للعالم الانساني، هذه فضيحه للحضاره. اي حضاره بتحكوا عنها، اي حضاره، حضاره الديمقراطيات الغربيه، حضاره الدول المتقدمه، حضاره الدول التي تتحدث عن مساواه الرجل والمراه، حضاره الدول التي تتحدث عن القوننه والدستره والاصول والمساواه، اي حضاره بتحكوا عنها لما بيكون حدا منكم بمد ايده للسعوديه وبيسكت عليها وعلى جرائمها وبيعتبرها فوق القانون، فوق البعد، فوق المساءله، تماما كما هي علاقتكم باسرائيل. يكفي يكفي هذا الغرب بادعاءاته الفارغه حول الحضاره وحول الديمقراطيه وحول حقوق الانسان فضيحتا اسرائيل والسعوديه. بكفوا هول لحتى نقول مطعون بكل ما تدعون من حضاره، بكل ما تدعون عن من تقدم، لانه مستحيل واحد يكون عنده حد ادنى. يعني حتى الاسرائيلي تقدر تقول انه يعني ملعوب فيهم انه قاعد بقلب فرنسا وبقلب امريكا وعجاليات ولوبيات وضغط وعناصر ضغط ومحاور ضغط. بس تقول لي السعودي بشو؟ بشو؟ بغير كيس المال الذي تحدث عنه ترامب. هلا ماذا نتوقع للتطورات التي ستعقب هذا؟ انا اعتقد اننا نستطيع القول بان هذا التصعيد السعودي الاجرامي سيقرب نهاية الأزمة اليمنية، سيقرب نهاية الحرب اليمنية. هذا سيؤدي وبدأ يؤدي الى حملة عالمية ضخمة، الى حالة تضامن واسعة، الى ردود افعال عسكرية وسياسية، الى استنهاض للحالة اليمنية، احرج واضعف وحجم كل الفجور لجماعة السعودية في اليمن من منصور هادي وجماعته الآخرين، وبالتالي وضع السعودية أمام تحدي العزلة أو الذهاب. ومش بس العزلة، هي مع إفلاسها وهي مع خسائرها العسكرية وهي مع المزيد من الإصابات التي ستلحق بها، وفوق منها عزلة، وفوق منها مجتمع دولي لم يعد قادر على التغطية وما عاد في إمكانية للصمت. وبالتالي نستطيع القول أن هذا سوف يقرب ساعة الحل. طيب إذا كان هذا هو، في حدا بده يجي يربط يا عمي في اللي عم بصير بسوريا واللي عم بصير بالعراق واللي عم بصير باليمن وحتى اللي عم بصير بلبنان، كله بيقول أنه في نقلات دراماتيكية عم تاخذنا باتجاه تسريع التسويات. يعني طيب الأمريكان نحن قلنا من يوم ما سقطت الهدنة بعد العيد هم يجوا اتفقوا مع الروس وضعت الهدنة موضوع التنفيذ. الاتفاق شو بيقول؟ بيقول يومين، بيتمددوا يومين، بعدين بيتمدد لنهاية اسبوع، بيصيروا مجموع اسبوع. في اليوم الاول من الاسبوع الذي يلي، يعني الاثنين بلشت، الاثنين الثاني بيكون عندنا بدء التنفيذ للتعاون العسكري الروسي الامريكي ضد النصرة. شو شرطه؟ ان يقوم الامريكيون بفصل النصرة عن المعارضة. كان واضح بهالسبع ايام من اليوم الرابع انه هذا فاشل وانه مش عم يزبط، وبلشوا الروس يقولوا لم نتلقى شيئا وكل ما تلقيناه معلومات عامه، وبلشنا نشوف حد واصوات مرتفعه للسعوديه ولجماعتها ولكل يعني بيادق المعارضه وعناوينها تتحدث عن انه ما بنقدر، انه في استحاله نحن والنصره، النصره هي قوه وطنيه، هي اللي عم بتدافع، هي القوه المسلحه الاولى، ما في امكانيه بلاها، هذا قسم لظهرنا الى اخره. الممانعه في التنفيذ وضعت الامريكي امام خيار من اثنين، اما الاشتباك مع جماعته لفرض التنفيذ او رفع الغطاء عنهم والقول للروسي خذ ريحتك كلهم نصرة، او كما تصرف الامريكي. ليش كما تصرف الامريكي؟ لانه الامريكي لو كان في وجهة الخروج من التفاهم الى التصعيد، اولا في سؤال، طيب بدأ له اربعة اشهر بفوض على التفاهم، شو فيقوا؟ يعني ما عمل جس نبض مع جماعته انه بيقبلوا والله ما بيقبلوا، لحتى اكتشف انه ما بيقبلوا، هو عارف ما بيقبلوا. ما مقدر عدم قبولهم بوصله الى تحدي يمكن، لكن هو سار في التفاهم وكمل مفاوضات ووقع. يعني الحساب السياسي والاستراتيجي والعسكري هذا كله بيتم قبل التوقيع.
لم تحدث واقعة جديدة نوعية بعد التوقيع تفسر الانقلاب الأمريكي. في شيء بدنا نفسر فيه اللغة الأمريكية الكلامية بدون أفعال. عندنا واقعة تفاوض طويل وصل لتفاهم، تفاهم لم يدخل حيز التنفيذ، بس ما دخل حيز التنفيذ بدأ الأمريكي يشكك في إمكانية تنفيذه ويرمي التعطيل على سوريا وروسيا مش على جماعته، ويفقع خطابات أشد تصعيدا من جماعته. يعني بنسمع جماعة الائتلاف، بنسمع السعودية، بيطلع الصوت الأمريكي لسه أعلى، روسيا لا تنفذ، روسيا لا تريد أن تضغط على الدولة في سوريا، بيطلع بانكيمون وجوته كيري حتى شارك فيها أنه يجب أن نحقق في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الروس في سوريا، كل هذا. وبيجي الفرنسي وبيعمل مشروع قرار وعارفه مش حيمرق. طيب لوين؟ ما في بالآخر 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 هو كلهم بتعملهم لتوصل لمحل. إما التهويل بفزع الروسي وبيوقفه، طيب ما وقفه. بفزع السوري بيوقفه، ما وقفه. نكمل. هلا اليوم أخذ دوار الجندول، بيعرف حلب بيعرف متى أخذ دوار الجندول، كل أحياء شرق حلب باتت مفارقها مفتوحة قدام الجيش. بنقف هذا الحي والله هذا الحي والله هذا الحي، هو العصب المفصلي بيفصلهم عن بعض من وراء دوار الجندول، بيقطعها مربعات لما تبقى من شرق حلب بدخوله إلى دوار الجندول، وكان هو القضية أصلا. هذا مثل الكاستيلو مثل الراموسي مفصل. وبالتالي إذا الهدف التهويل، طيب ما أدى لنتيجة. طيب ما أنت ما بتحط فرضية بتقول بركي ما أدى لنتيجة، يعني دولة مثل أمريكا ما بتعملها الحساب؟ أكيد بتعملها الحساب وأكيد عملته. أصلا السؤال الأصلي أنه إذا هي بوارد ما تمشي بالتفاهم، مين ضرب على إيده لتوقع عليه ولتقضي 4 أشهر مفاوضات حوله؟ طيب واضح أن الروسي من تاريخ توقيع التفاهم إذا الهدف المماطلة، طيب ما أدت إلى نتيجة عكسية، لأنه من يوم ما انتهى التفاوض ووقع التفاهم الروسي ماشي مثل المبحلة ما له سائل، وكل يوم والتاني عم بجيب يعني أسلحة جديدة ومدمرات جديدة وسفن جديدة. وهلا هذيك اليوم وزير الخارجية وزير الدفاع الروسي عم بخبرنا عن نوع صواريخ الإكس مي اللي يعني تمتاز بأنها تضرب هدفا واحدا أو عدة أهداف، تحمل رؤوسا صغيرة أو رؤوسا كبيرة لمسافة 4200 كيلومتر أو لمسافة 40 و50 كيلومتر، صالح على كل شيء، يعني بتاع كله مثل ما بيقولوا. رؤوس نووية بتحمل، رؤوس كيميائية بتحمل، رؤوس عادية بتحمل. وبيقول تمتاز بدقة إصابتها وبملاحقتها للأنفاق تحت الأرض، إنه بيضربها على محل بتضل ماشي على الفجوة الهوائية حتى تبلغها. وبالتالي والد رسولنا مستعملين 49 صاروخ منهم، يعني هذه الترسانة العسكرية. قالوا بنبعث بالتشريب الإعلامي ممكن نقصف المطارات، قالوا من الأس 300 صار موجود غير الأس 400 وده بيد الجيش السوري، وبالتالي طيرانكم ما رح يسألوا الصاروخ إنه أنت حبيبي شو قاصد ومنين جاي وشو هدفك، بكون سقط وبعدين بنحكي. وبالتالي إذا، وهذا كلام مش أنا عم بوصفه هيك، أنا عم وصفه بعد ما صار، بس كيري متوقعه. حديثه مع المعارضة السورية الذي سرد في نيويورك تايمز واصف انه اللي عم بصير مثل ما هو، انه هيك رح يصير. قال لهم اذا ذهبنا الى تسليمكم سلاحا او الى الدخول على خط المواجهة ان هذا سيؤدي الى ان تنزل روسيا بحضور عسكري اكبر وبسلاح اهم، ومعها تصعد سوريا ومعها تصعد ايران وتصعد حزب الله، وستكون النتيجة القضاء النهائي عليكم. عم يحكي لجماعة المعارضة يعني شايفك. طيب إذا هيك شو للحساب الأمريكي؟ أن يذهب إلى التدخل؟ طيب يا خيلي بده يتدخل ليش بده يعمل كل هالفيلم؟ ما كان كسب وقت إدارة بعدها كانت بشبابها، يعني قبل سنة من هالأيام لما دخلوا الروس كان بيقدر الأمريكي ياخذ القرار، فاتوا الروس منفوت نحن، وقادر أن يقول هذا الكلام. أنتم تدعمون حليفكم وأنا أدعم حليفي، تريدون تسوية بين حليفينا للتعاون في الحرب على الإرهاب، فنحن جاهزون للتفاوض. مش احسن؟ مش احسن ما يجي يقول للروسي انه حليفك انت عم تدعمه انا بتفهمك، بس انا ما رح اوقف حد حليفي مثل ما انت واقف مع حليفك. يعني الاحسن يقول انه انت جاي عم تحمي حليفك ومنزل قواعد عسكريه وطيران وصواريخ، واذا انا بدي نزل طيران وصواريخ ومدفعيه مع حليفي، وحليفي هو المعارضه، ونقعد نحن وياك وحليفنا وحليفك لنشوف كيف فينا نتعاون ونعمل بيناتهم حل. فمن اليوم الأول كان يمكن للأمريكي لو عنده عزيمة وقدرة الدخول في المواجهة. وطبعا أنا
يعني قايل قبل لو عنده كان يعملها ب 2013 قبل ما يجي روسيا اصلا وقبل ما يعمل التفاهم هو مع ايران وقبل ما السعودي يتورط باليمن وقبل 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 كل دول. وبالتالي القطع بان الامريكي ليس في وارد الذهاب للمواجهه انا على مسؤوليتي بقول لا بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن ولا بمحل. والامريكي من يوم وقع على التفاهم حول الحل السياسي للسلاح الكيميائي السوري وقع معه ضمن على كل اللي عم يوقعوا هلا على التفاهم على الملف النووي الايراني على التفاهم حول سوريا على حل اليمن اللي حكاه كيري اصلا بجده حكومه موحده تشرف على انتخابات. وبالتالي يعرف الامريكي بل اكثر من هيك انا بقول لكم الموقف المصري ما حدا في فسرنا اياه اذا الامريكي ما هي مش هيك موقفه مثل ما انا عم وصفه شو اللي بيخلي مصر تاخذ هالمسافه عن السعوديه؟ مصر تصوت مع مشروع القرار الروسي اللي على فيتو امريكي عم تتحدى امريكا؟ اكيد لا. هذا الموقف المصري هو استعداد وتاهل لدور المصري في التسويه في سوريا. راح السيسي حضر مجلس الامن وقال انه نحن عندنا علاقات طيبه بكل الاطراف وقادرين نكون جزء من اليه ادخال قوافل الاغاثه وقادرين نكون جزء من الرقابه على وقف النار وعلى الهدنه برضا الطرفين وقادرين نساعد على تقريب وجهات النظر في الحوار السياسي. لكن بس نقطه انه المعارضه كما تمثلت في القاهره مش في الرياض رجعوا باجتماع الجامعه العربيه عم يحكوا اوضحت مصر بان موقفها يفترق عن الموقف السعودي. بالتصويت في مجلس الامن راح لابعد لدرجه انه المندوب السعودي بدا يتحدث بتهكم عن مصر. يعني لسخريه الاقدار انه صار ويستعمل تعابير ان ابتعاد مصر عن الموقف العربي، كانه في موقف عربي بلا مصر وبلا سوريا، يعني اشحارنا وتعتيرنا صرنا، صار انه السعودي هو بوصله الموقف العربي هو كم مشيخه بالخليج. لكن في الحقيقه هذا نعبر على شيء عن شيء، فهو يعبر المصري بيعرف الموقف الامريكي العميق شو هو. حتى الموقف التركي بالاخر هالبرمي التركيه اللي بعدها عم تناور عم تتثعلب لكن تحت سقف عدم الاشتباك مع روسيا، واليوم بوتين في انقره انه ما جاي بوتين على انقره وانقره رايحه لتعمل حرب على سوريا، جاي ليعمل ايضا اليات تعاون تخفف من التوتر. بدا البحث الجدي باجتماع خماسي روسي ايراني سوري عراقي تركي تحت عنوان التعاون والتنسيق في كيفية مواجهة الإرهاب وحفظ الوحدة الترابية لكل من سوريا والعراق. التركي ما في ينزل عن السلم دفعة واحدة وما في ينزل إلا بالحضن الروسي. وبصورة أو بأخرى اللي عم نشوفه أيضا في الميدان السوري هالاشتباكات بين أحرار الشام وجنود الأقصى اللي محسوبين على السعودية ثم يعني اللي تنظيم القاعدة ثم مبايعة جنود الأقصى لجماعة جبهة النصرة. طيب وأحرار الشام وقف معهم جيش الإسلام، يعني مبين ايضا في حراك بل بالجماعات المسلحه. مبادره دمستوره نفسها حول شرق حلب هل تاتي بدون الامريكان؟ واللي بتقول منطلع النصره يا خيي بس وقفوا لنا عن شرق حلب. اذا نحن قدام مجموعه وقائع، هذا اللي بدي اريد اقوله. تقول نحن بالزمان مرعنا بلبنان بتجربه حرب كان الامريكي طرفا فيها ومقابله سوريا، بدات ب 82 عندما جاء الاجتياح الاسرائيلي للبنان. وصل على بيروت ومعروف وقتها انه في اليوم الاول اللي بدا فيه الاجتياح طب عندنا مبعوث امريكي خاص للرئيس ريغان اسمه فيليب حبيب من اصول لبنانيه وبدا شكل اول شيء حكومه انقاذ وهيئه انقاذ ثم ادار مفاوضات على الانسحاب السوري الى ما وراء ظهر البيدر وانسحاب المقاتلين الفلسطينيين ونزلوا المارينز ونزلوا المارينز وقوات متعدده الجنسيات. يعني امريكا نزلت بثقلها المباشر العسكري والسياسي وجابوا رئيس جمهورية قتل جابوا رئيس ثاني ووقعوا اتفاقية لبنانية إسرائيلية وقعت عليها أمريكا بالتكافل والتضامن وضمان التنفيذ. طيب هذا كان حجم فشلوا في هذا فتحوا نار الإخوان المسلمين صاروا ينقلوهم عن طريق الأردن وبدعم سعودي إلى سوريا وعن طريق مطار بيروت للتخريب في سوريا. سيطر الاخوان المسلمون على جزء من حلب على بعض اجزاء من دمشق ولكنهم سيطروا على كامل مدينه حما كامل حما ومعها اغتيالات وعمليات كنا نروح على سوريا حاملين سلاحنا بايدنا سنه 83 وال 84 وال 85 لانه ما بنعرف وين بيطلعوا لنا الاخوان ناموا بارودتنا حدنا. معها
محاولات تخريب بالداخل، انقلاب رفعت او محاولات انقلاب رفعت، هذه المعركة الكبرى بين امريكا وسوريا اللي وصلت حد ان تسقط سوريا طائرات امريكية، في ناس ما عاشت في ذيك المرحلة، واللي وصلت حد ان يأتي الطيران التركي ليخترق الاجواء السورية شمالا بالتلويح بالذهاب لحرب. هذا سعودي، يعني سعودي ومصري، يم عم نحكي بين السادات ومبارك، تركي اسرائيلي اردني اخوان بلبنان التوابع، والامريكي مباشر مارينز قاعد بلبنان، وحرب مقاومة مفتوحة من سوريا ومن حلفاء سوريا، راحوا فيها المارينز وانتعفوا، راح فيها 17 ايار وصارت انتفاضة 6 شباط، وتعسكر الشعب السوري ليقاتل الى جانب جيشه في مواجهة الاخوان. نهاية هذه المعركة اجى الامريكي يعمل تسوي، وعمل تسوي، وهذه التسوية عرفت باسم تسوية ميرفي الاسد، ريتشارد ميرفي مع الرئيس حافظ الاسد الله يرحمه. وفي بنود هذه التسوية حل موضوع لبنان اسمه الشيخ مخايل الظاهر لرئاسة الجمهورية، كانت انتهت ولاية الرئيس امين جميل وعين عماد ميشيل عون رئيس حكومة. واجا ميرفي يبلغ جمعوا له بتكركي رؤساء الاحزاب والنواب الذين يمثلون الضفة التي تعتبرها امريكا ضفتها، وللأسف كان وقت عنوانها الضفة المسيحية في الحرب، انه لا يحكي معهم حكي. بعد 3 ساعات شرح بالحصيلة تبلغ رفض المشروع تماما، مثل ما السعودي وجماعة المعارضة الائتلاف وغيره، انه نحن اخي ما بدنا نمشي بهذا التفاهم، والفرنسي والبريطاني ما حدا ماشي فيه. وقت امريكا التي كانت بتلك القوة، امريكا اللي بعد سنة اسقطت جدار برلين، اللي بعد 2 سنين اسقطت الاتحاد السوفيتي، هاي امريكا بذروة قوتها لم تأتي لتفرض على من هم بين هلالين اتباعها ان يلتزموا ويسيروا بالخيار اللي هي وجدته الافضل. شو عملت؟ قال لهم خيل الظاهر او الفوضى، دار ظهره من هون وغض النظر واغمض عينيه، ما في لزوم الا لسوريا عملوا الفوضى، لا هو يقصد بالفوضى الحرب. المنطقي عندما رفض مشروع التسوية، حلفاء سوريا اللي واقفين ضد امريكا وضد 17 ايار وضد وضد وضد، اعتبروا انه هالمرة الحجة ليست عليهم، فاذا الى التصعيد يا شباب، وفتحت سوريا مخازنها ودارت رحى حرب، انتجت اتفاق الطائف وانتجت معه رعاية سورية لم تكن متوفرة في مرحلة خيل الظاهر، انه ما قبلتوا هاي فيقبلوا هاي لكان. وهذه هي الطريقة التي يشتغل بها الامريكي. وقت اللي اندلعت الحرب بعد فشل مشروع انتخاب خيل الظاهر لرئاسة الجمهورية، شو عمل الامريكاني؟ كل ما يكون في تصعيد هو يدافع، يطلع بيانات انه سوريا عم تخرب لبنان، هو عامل مع الاتفاق ومش هي اللي خربت الاتفاق، هو ما قدر ينفذ تعهده تماما، مثل ما اللي عم يعمل مع الروسي، مثل ما اللي عم بيساوي. روسيا جرائم حرب، روسيا ما بحق الا، روسيا مش عم تلتزم، روسيا لازم تضغط على نظام الاسد، كل هذا الكلام كان عم بيقول مثله. الاسد مش عم يضغط على حليفيه بري وزنبلاط والى اخره. ولكن الامريكي الذي قال مخايل الظاهر او الفوضى، هو ما كان بده تصير الفوضى لما رفضوا له مخايل الظاهر، يعني لما فشلوه في التسوية التي انضجها. طيب الامريكي اللي قعد 4 اشهر يفاوض الروس لعمل معهم هذا التفاهم وهو في ظنه، وهون اللي بيسمع كيري في التسريب المسجل ما بيعود عنده شك انه عند الامريكي في ذرة احتمال انه هذا الاتفاق مش ممتاز، مش انه نحن مغلوبين على امرنا فيه، لا هو يترافع عنه بصفته هو الحل المثالي، عم بيقول لهم انتم جماعة ما عندكم شيء، انتم جماعة المعارضة حتنفرموا اذا رحنا على التصعيد، ما قادرين نعملكم شيء، ومجلس الامن ما فينا نعملكم شيء، في الفيتو الروسي جاهز. طيب ما مصدقين، هلا اجوا الفرنسيين روحوا انعون يقدموا مشروع قرار، قدموا منصوت معهم، اجى الفيتو الروسي سقطوا. عم بيعمل لهم الواقع مش بالتنسيق مع الروسي، لا، بس هو بيعرف اذا ما في هذا الحل في جحيم. طيب كيف استعمل كلمة الجحيم كريم؟ انه لقد ذهبنا اذا الى هذا الحل لانه الفرصة الاخيرة لانقاذ سوريا من الجحيم، يعني اذا ما مشي هذا، هاي الفرصة الاخيرة للانقاذ من الجحيم، شو بيكون في الجحيم؟ طيب هي الجحيم، انه في الجحيم بدكم تشوفوه لتفدوه، شوفوه
انا مش قادر اجيب لكم الاحسن. هل يذهب معهم الى حيث هم يطلبون؟ ما هو عم بيرد كل ما يطلع تسريب بدنا انه رح يعطوهم مضادات للطائرات نوعية، بيطلع البيت الابيض توضيح هذا غير وارد. بدأ امريكا تقصف مطارات، اعوذ بالله من ان اضرب الجيش السوري. واضح ان الخيار الامريكي ليس الذهاب الى المواجهة، واضح ان الخيار الامريكي ليس الضغط على جماعات المسلحين ولا على رعاتهم من السعودية وغيرها ليسيروا بالتفاهم. ترك الجحيم ينضجهم، الجحيم كما الفوضى اخذت الذين قالوا لمخيل الظاهر الى الطائف، الجحيم سيأخذ الذين قالوا لا للتفاهم السوري الروسي الامريكي، سيأخذهم الى التفاهم. اصلا اختراع عبقرية دمشتورة، شو هي؟ ما هي بنت التفاهم. يعني لما بيجي دمشتورة بيقول تعالوا نطلع النصرة من شرق حلب لنعمل وقف نار، ما هي كل وسط التفاهم على شو مبنية؟ اعزلوا النصرة عن المعارضة بيمشي وقف النار. بالتالي بهذا المعنى انا استطيع ان اقول على الاقل قناعتي بأن هذا التصعيد الذي نشهده في المنطقة، حتى لما نيجي نحكي عن سعد الحريري، طيب مجيء سعد الحريري إلى لبنان ليحمل إمكانية السير، هلا هو عم بيقول إمكانية، شو إمكانية؟ في بديل ثاني، يعني إنه هو من بين الأسماء الواردة صار اسمه العماد عون أحد الخيارات. لو شو في خيار ثاني؟ لو في خيار ثاني ليش بمشيتوا فيه؟ ما هو أقرب الخيارات للعماد عون هو. أنت عم تقول هيك يا سعد لجماعتك باجتماع الكتلة، ليش ما نفكر بميشيل عون؟ بتقول له لانه اقرب خيار قبل ميشيل عون بشحطه اسمه سليمان فرنجي، صرنا سنه فيه وما بمشي الحال. ما يعني بتنزل عن سليمان وبيمشي، يعني خيار اقل قربا من المقاومه من سليمان فرنجي ممكن يمشي. طيب اذا سليمان ما مشي كيف بيمشي هذاك؟ في خيار واحد بيمشي اللي هو اكثر من سليمان اللي اسمه ميشيل عون. مش عم بقول اكثر من سليمان قربا، اكثر اصرارا عليه من المقاومة. وبالتالي اللي ما مشي معك بسليمان عم بقول لك انا سميت، مش انت بتسمي، تمشي باللي انا سميته نتفاهم. فاذا حتى المجيء هنا شو يعني؟ مش مثل التفاهم الروسي الامريكي دخل يكون خيار العماد عون، انه في ميشيل عون بتكون اهلا وسهلا، ما بتكون يلا جربوا لشوف. في افلاسك يا سعد الحريري، وفي تشقق قاعدتك، وفي انهيارك الشعبي، وفي تمرد عناصرك عليك، وفي التخلي السعودي عنك، ما حدا قال له اياهم. بس واقعيا مش هي الرساله؟ يعني لما كان عم بيقول سمحت السيد حسن نصر الله انه الذين يراهنون ان الوقت لصالحهم سيثبت لهم قادم الايام ان الوقت لصالحنا، والذين يراهنون على متغيرات اقليميه ستثبت لهم قادم الأيام أن المتغيرات الإقليمية لصالحنا، والذين يراهنون على سوء أوضاعنا ستثبت لهم قادم الأيام أن الأيام لسوء أوضاعهم. طيب هذا الكلام شو ترجم اليوم؟ ترجم أنه سعد الحريري بعد سنة وسنتين من المماطلة والرهان على الوقت وكذا من تسوء أوضاعه المالي الحزبي الشعبي السياسي الإقليمي الدولي التحالفي حزب الله، والله سعد الحريري سعد الحريري. طيب في خيار واحد لترجع تركب دولة تحفظ فيها منصب رئيس حكومة وترجع توظف فيها هالرسمال اللي معك اللي اسمه عدد تصويت نيابي، وتهيئ من خلالها لإعادة إنتاج زعامتك، وتجرب فيها اللي عم بينشقوا عنك ببيوتهم وتقطع باب رزقهم وتسكر عليهم فرص النمو والحياة، شو هو؟ انك تجي للمقاومة الا امنت. مثل ما بدهم يجوا جماعة المعارضة والمسلحين للامريكي ويقولوا له مشينا، ومثل ما بده يجي السعودي لليمني او للامريكي ويقول له مشينا. هذا هو. واذا نحن قدام مشهد ان مخاض التسويات، مخاض التسويات التي تنتج تثبيتا لمواقع محور المقاومة، ما في تسوية هون اسمها في منتصف الطريق حتى نكون واضحين ودقيقين. مش عم نحكي عن تنازلات متبادلة، مش عم نحكي عن يمن ضايع الطاصفي، عن سوريا الرمادي، عن لبنان مش معروف كوعه من بوعه، لا، عم نحكي عن انتصار يحفظ ماء الوجه للمهزوم، انتصار يحفظ ماء الوجه للمهزوم. انه يا امريكا انهزمتي بسوريا، انت وجماعتك، انت والتركي وانت والسعودي
وانت وجماعه الائتلاف ومعكم كل الذين يلفون لفكم، سنمنحكم فرصه حفظ ماء الوجه بان تلتفوا على الحرب التي كان لها هدف واحد اسمه اسقاط الرئيس بشار الاسد، لنخترع معكم هدفا بديلا اسمه الحرب على الارهاب. وقد جاءت الوقائع التي انتجتموها انتم بالذين جلبتموهم انتم لتحقيق الهدف الاول الذي وضعتموه انتم، وهو اسقاط الرئيس الاسد. هؤلاء اللي جبتوهم واللي صاروا مصدر فساد وخراب ودم في انحاء العالم سيعطوننا ويعطونكم الفرصة لنجعلهم هدفا بديلا تحتمون به وتختبئون وراءه للتغيير عن الهدف الاول، كي لا تقولوا هزمنا وفشلنا، تقولون ثمة أولوية تتقدم الآن ونحن منساعدكم ونحن منمدلكم حبل النجاة، بتصطفوا معنا على هذا الأساس فتحجزون لكم مقعدا في معادلة جديدة لجماعتكم. بعض المظاهر من أنهم شركاء في تسوية بياخذوا كم مقعد وزاري وبكرة بالانتخابات منشوف شو بجيبوا. وفي اليمن نفس الأمر، ليش مستصعبين التسوية؟ هني أصلا جماعة الأمريكان، الأمريكان مش مستصعبين ليه؟ لأنه الأمريكان مثل ما حكيت بالحلقة الماضية بيعرفوا بالآخر لو الدولة السورية تدين 100% بكل شعبها بتصوت لصالح من يقترح الرئيس الأسد نيابيا وحكوميا ورئاسيا، بالآخر بدها تحكي مع أمريكا لتسير معاملاتها البنكية، لتنظم وضع الدبلوماسي، لتنوجد بالأسواق التجارية إلى آخره. لكن جماعتها ما قادرين يبلعوا التفاهمات لا باليمن ولا بسوريا ولا بلبنان. شو السبب؟ السبب هو هذا بالآخر. بالآخر شو عناوين التسويات؟ تعمل شيء مؤقت اسمه حكومي، طيب وقلت له تعال الانتخابات. سعد الحريري يقول لك على الانتخابات إذا أنت ما أعطيتني أنا بصوت، أنا بجيب 7-8 نواب. بسوريا بجيبوا 10-15% بأحسن أحوالهم، باليمن بجيبوا 20-25% بأحسن أحوالهم. لذلك التسوية نحن بدنا إياها لأنها شرعية لانتصارنا، يعني إحنا بدنا مشاركتهم مش ما بدنا، ما هن شراكتهم معنا بالانتخابات تجبر الغرب على أن يعترف بنتائجه وعلى أن يعترف بشرعية المنتصر. يعني الرئيس الأسد بانتخابات في بوجه مرشح من المعارضة وفي مراقبين دوليين وفي 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 إعلام وجو كارتر ومدري مين، ويطلع ماخذ 60% وهذاك ماخذ 20 وفي 20 ورقة بيضة، في أحلى منها؟ بيقدر الأمريكي يتفلسف على الشرعية والديمقراطية ونسبة التمثيل وهو عنده الفوز عم بيكون بواحد بالمية ونسبة المشاركة عنده 30% ورح تكون بسوريا 70؟ مين بيكون شرعي أكثر وديمقراطي أكثر معبر عن إرادة شعبه أكثر؟ وبالتالي بهذا المعنى التسوية هنا عندما نتحدث عنها هي مشروع نصر، نصر سياسي ينتزع الاعتراف بشرعيته من الأعداء مقابل معبر فيه قدر من حفظ ماء الوجه للمهزومين. هاي المعادلة التي ستتقدم في اليمن وتتقدم في سوريا وتتقدم في لبنان وتتقدم في العراق. حتى في العراق الآن التركي عم ببلعت والبرزاني عم بحاول يوجد له خصوصية انه منفوت ومنضل بالموصل وما منطلع من الموصل وإلى آخره. أنا أجزم لكم معركة الموصل ممنوع توظيفها لحساب الخلاف حول مستقبل الموصل بين الأطراف العراقية، هذا ما في مزح فيه، ما بيقدر لأن البشمركة مشاركته بتكون يعني شبه معدومة رمزية شكلية، ما حدا حيسلمه فرصة الدخول إلى الموصل ويترك له حق التصرف فيها، هذا مش وارد. هلا حتى الأمريكان الطريقة اللي عم يشتغلوا فيها عم بيحاولوا يلعبوا ويتذاكوا بأنه بيمسكوا من المنطقة الشرقية في سوريا، يعني منطقة دير الزور والحسكي، عم يمسكوا الجسور بالقصف تحت شعار قطع الطريق على داعش، هني قصدهم شيء تاني، هني قصدهم عزلها عن باقي العمق السوري، وعم بيحاولوا يمنعوا الحشد الشعبي من التواجد في تل ربيع وفي يعني المناطق في ربيعة وبعض المناطق القريبة من الحدود، عم بيحاولوا بتل عفر عفوا وربيعة لا يقدروا يقطعوا الطرق البرية التي تؤمن التواصل من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى المقاومة. بس هذا كله من شاف وكل الناس صاحية وواعية ومنتبهة وتضع يعني جهدها واهتمامها وخططها لمنع وقوعه، ولن يقع ولن يقع. وبالتالي الحصيلة التي يمكن أن نتحدث عنها في الوجهة العامة، وأنا عم لكم نحن قدام أشهر قليلة باقية من هذا العام،
هلا فيها الانتخابات الامريكيه، يمكن ما بعرف اذا بعد عندنا وقت نمر مرورا سريعا امام هذه المنافسه التي تجري بين هيلاري كلينتون وترامب. ايا كانت نتيجه الانتخابات في امريكا، امريكا ذاهبه الى الضمور، امريكا فقدت القدره على ان تكون هي القوه الصانعه للاحداث. هيلاري كلينتون شو عم شو خطابها وشو مشروعها كله؟ وين في مكان لحروب اصلا؟ هي تتحدث عن تصعيد دبلوماسي واستخدام سلاح العقوبات، انه سندعو الى الذهاب الى المحكمه الجنائيه الدوليه. في فيتو روسي، شو بتعملي؟ فيك تتبرعي قد ما بدك خطابات، العقوبات والعقوبات، طيب فيك تعملي عقوبات؟ تعزلي امريكا بالاسف، يعني العقوبات ما هي تعزل المعاقب وليس المعاقب فقط. وهذيك اليوم الألمان عم يحكوا أن تجربة العقوبات على روسيا تقول بأن الخاسر الأول هي الشركات الألمانية، والعالم منه بحالة ترف اقتصادي، بحالة كساد اقتصادي. بالتالي في ارتباك كبير، كلينتون تمثل امتداد لذات العهد اللي مثله أوباما. ما إجا أوباما وحاول، ما هو شو بيقول؟ أنا بحيرة من أمري، لم أجد طريقة يمكن أن نحسن فيها من أدائنا في سوريا لصالح حلفائنا وما نريد من اسقاط الاسد وسواه دون ان نتورط في مواجهه لا نتحمل نتائجها. طيب انه عبقريه كلينتون بتلاقي حلها المعضله، شو الحل؟ شو الحل؟ هو صراحه بطريقه تحجي، انه ما بعرف اذا كان لو محلي لينكولن شو كان عمل حل؟ ما في يعمل حل، شو بده يعمل حل؟ في حل واحد انك تنزل عسكرك وتحتل، ما انك قادر للحمل بدك تقبل باللي موجود. هذا إلك ولا لينكولن ولا جورج واشنطن ولا هيلاري كلينتون ولا جوزيف كلينتون ولا مين مكان ولا جورج بوش واللي بدك اياه، ما في حل. فبالتالي خيار كلينتون واضح شو هو. الخيار الثاني ترامب، مثل ما حكيت بمره من المرات، ترامب هو عوده الى الانعزاليه الامريكيه، خروج من العالميه. منطق انا رايي بهذا المعنى انه ترامب عم بيمثل انتفاضة رجل الاعمال الابيض على الخطاب السياسي التقليدي الجمهوري والديمقراطي. تاريخيا بامريكا طبقة السياسيين اللي اسمها السيناتورز واسمها الوزراء واسمها الرؤساء لا يأتي رجال الاعمال لتوليها. يعني بتسمعوا مثلا بامريكا باسماء روكفلر، اكبر العناوين المالية التي تتعاطى سياسة، يعني اللي بيقرأ حوار محمد حسنين هيكل مع روكفلر بيعرف انه هو قدام عقل مش حيالله. هول ما كانوا البلد بصدرهم هني بالسياسة، بيعتبروها لعبة يجب ان يقوم بها الموظفون، فبيجيبوا محامين وبيجيبوا اساتذة جامعات وبيجيبوا شخصيات ممثلين مثل دونالد ريغان وبيحطوهم في الواجهة السياسية ليقدموا ثلاث شغلات. الأولى يقدموا نموذج عن ما يسمى بالعقلانية الأمريكية، نقول ناس درسوا قضوا وقتهم وعلم التفاوض وعلم السياسة والتشريع والقانون ولذا، فهو شغلتهم أن يديروا بمنطق التقنية العصرية الحديثة لعلم السياسة والتفاوض المصالح الأمريكية العليا. هذا واحد. اثنين، يعبروا عن حاصل الدمج الاجتماعي لأمريكا، يعني يحملوا خطاب ما في كمية من العنصرية، ما في كمية من التمييز بين المرأة والرجل، ما في كمية من التمييز بين الأبيض والأسود واللاتيني، بين الولايات والمناطق الشمالي والجنوبي والوسط. يحاولوا يقدموا خطاب الأمة الأمريكية اللي هو خطاب مفتعل، أمريكا مقسمة مجعفة كل عمرها، فالرئيس لازم يكون هو قاسم مشترك بخطابه، قادر يبقى يمارس هذا النفاق، هذه الازدواجية اللي ما بيعبر فيها عن حقيقة ما يجري في عمق المجتمع الامريكي. والمهم الثالث هي انه سواء بعهد الديمقراطيين او بعهد الجمهوريين، هاي النخب تقود اما بالسياسة واما بالحروب ما يوسع دوائر النفوذ الامريكية لتجي الشركات وتستثمر تربح تنهب تسرق تبيع بضاعتها الى اخره. واضح الان انه السياسات الجمهورية والديمقراطية على السواء وصلت الى طريق المسدود، لان الانتفاضه وين صارت؟ الحزب الجمهوري اللي هو الحزب الاشد تطرفا تاريخيا، هو حزب الصقور، هو حزب الحروب، هو حزب التصعيد، وهو حزب رجال الاعمال. اجت الانتفاضه هون لتقول شو طلعنا من سياستكم؟ يا اخي حروب ما عشتينا نحارب، ما عشتينا.
اتفاقات. شو عاد بهمني انا تعمل لي اتفاق مع اليابان؟ اليابان بتصنع بضاعه بمستوى بضاعتنا، بتنافسنا بضائعنا. السياره الامريكيه واليابانيه بتنافسوا، الامريكيه والالمانيه بتنافسوا. شو نافعني اليابان والمانيا؟ انا بهمني الصين اكثر من اليابان، وبهمني روسيا اكثر من المانيا. انا اذا بدي بيع ابعت شركاتي افتحها، بفتح لماكدونالد بروسيا ولا بالمانيا؟ بفتح لماكدونالد باليابان ولا بالصين؟ اذا بدي ابعت لمعاملي يشغلها بيد عاملي ارخص وبتقنيات موازيه، اذا ببعتها على اليابان شو بستفيد؟ ما اغلى من اليد العامله الامريكيه، بالصين ارخص. فاللي بدي صدره ببعته بصنعه بالصين، واللي بدي للسوق الامريكيه بدي سكر على البضاعه اليابانيه مش على الصيني. الصيني بيجي للطبقات الفقيره، ما بينافس بضاعتي. وبالتالي الشريك التجاري المناسب، هذا خطاب ترامب، هو الصين وروسيا، بيعرف شو يصيغوا معك هو، بس هو بيحكيهم بطريقه فجاجه رجل الاعمال الشره النهم على المال. لكن هي جوهرها، حل عني انت وضرائبك شو طلع لي منها، اتفاقيتك مع المكسيك شو بدي فيها انا؟ راحت شركات مع المكسيك تفتح هونيك بطلت تشغل، وصاروا العمال المكسيكيين يجوا لعنا. وبالتالي بهذا المعنى امريكا التي نراها بترامب شو هي؟ هي امريكا البيضة اللي ما بدها اسود، ما بدها لاتيني، واللي التمييز بين الرجل والمرأة فيها فاضح بخطاب ترامب. هي امريكا العارية من المكياج، المكياج اللي بيعملوه هون اللي مثل هيلاري واوباما، وهذا هي امريكا ملبسين ثياب وعاملين لنا ميك اب ومرتبينا ومدربينا ومعلمينا كيف تحكي وكيف تخطب وكيف تسلم واتيكيت وبروتوكول. الامريكاني الحقيقي 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 الخام هو ترامب، هذا الامريكي الابيض الحاكم الفعلي لامريكا. هذا الان ياتي ليقول انا، طيب انا بدي اقول بالختام، يجري نقاش اين يجب ان يصوت الناخب العربي بامريكا، وفي عدد لا يستهان به. هلا كلينتون مبينه تقريبا انه هي اللي ربحانه على الاقل. اول شيء بقول في ناس من الزاويه المبدئيه والعقائديه والاخلاقيه ما بيقدروا يعطوا حدا من اثنين، هول بقول لهم ما تقعدوا بالبيوت، افتحوا الباب للخيار المستقبلي لامريكا الذي يمثله المرشحون من خارج الحزبين. خلي بدل ما هن 3% و5% و2% يصيروا 10، سواء الخضر دعاة البيئه او اليساريين، اي منهم اقرب لتفكيركم امنحوه اصواتكم. هلا في ناس لا عم بتقول لا باللعبه السياسيه شو لازم نعمل؟ باللعبه السياسيه امريكا التي تناسبنا هي التي يحكمها ترامب، يعني امريكا التي تتشظى على ذاتها، امريكا التي تظهر فيها حروب الاعراق والملل، امريكا التي تظهر فيها حروب الطبقات والنهب الرأسمالي للفقراء وللطبقات الوسطى، امريكا التي تعترف بعجزها عن الذهاب الى الحروب، امريكا التي تنكفئ وراء الجدار وتقول مالي ومال، حتى عم يحكوا عن اليابان وعن السعوديه وعن المانيا، ليش خير ما نبعث شبابنا لهونيك ونعمل قواعد؟ لموا هالقواعد جيبوا هالشباب، شو بدنا بالوجع الراس؟ بيدفعوا لنا فلوس نبعث لهم قواعد، ليش ما نمول؟ ليش وزاره الدفاع بدي ادفع انا لحتى امن هون وهون وهون، نحفظ امن الخليج؟ حل عني عمره ما ينحفظ امن الخليج. هذه الامريكا المنكفئه على ذاتها وراء الجدار هي تناسب الشعوب اكثر بالتاكيد. امريكا الفجه تناسب الشعوب اكثر بالتاكيد. امريكا المنقسمه على ذاتها المتصديه طوائف واعراق واديان والوان بتناسبنا اكيد. امريكا التي تبحث عن مصالح اقتصاديه او فقط مصالح اقتصاديه، انه مصلحتي مع روسيا ومصلحتي مع الصين معناتها انا مبطل عربد بالسياسي لحتى اقدر فوت بالاستثمار والاقتصاد بروسيا والصين. عال هون انا بقول نعم، انا لو كان لي صوت ناخب وبقدر امن عشرات الالاف من الناخبين العرب، اذا الي صوت بروح بعطيه لليساريين، واذا معي 10,000 لا بعطيهم لترامب. والى اللقاء في الحلقه القادمه.